بلاتي بنبرد قلبي على هادي اللي مرضاني وانا هي السيري. انا اصلا هي السيري، انتم اخوتي، عندي الوراق الترازي، عندي برا والله قلت لك وضربتها بحال ضربت تران برا، بعدا مرفوع عليا القلم، يعني كان شكل خطر كثير. راه الروك دروك بقى فيك الحاله مده بزاف بزاف. انا راه مريضه، انا البارح مشيت للسبيطار، انا بالاعصاب راه خرجت لي 12000 ريال ديال الدواء. تيبان لي واخا مده تيبان لي كاينه حرب كبيره في التيك توك. حرب ماشي حرب، والحرب العالميه الرابعه اللي باقا ما جاتش، دايزه الثالثه، هذه راه الرابعه. راه التيك توك نايضه فيهم هادشي، نايضه حمايضه كاين هادشي. انا قالت لك مريضه ما والو، ما دايرهش العمليه، ما دايرهش جوج عروق صناعيين، ها هي الداويه، ها هي تلت تحت 90 ورده شفتوها، ها هي شديها اختي مزيان، ها هي مزيان، هذه هي الداويه كدوجي. تيبان لي راك معصبه غير بشويه عليك الداويه، هادشي ما صالحش للصحه ديالك، وحنا كنشوفوا الكرش ديالك كامله مع الاسف. كل عروقات القلب تيبقاو يطفوا ليا، تيطلع ليا الكوليسترون، تيطلع لي الطونسيون. هادشي كامل بسبب تيك توك؟ هادشي كله سبب هاد السلوكه، هاد السوشيال ميديا دخلت لها فيا 104 كيلو 4 سنين هادي. والنهار اللي دخلت تحيدوا لي العروق، تحيدوا لي الصباع، تحيدوا لي كلشي، واش باقي متابعيني علاش؟ انا مرا كبيره ومريضه، وهاد السيده ما حكرات عليا، ما عرفتش علاش بغات عندي، واش بغيتي محسن نعديهم وما تبقايش تجبديني؟ مي الضاويه من بعد السلام عليكم، كنتي درتي عقلك مشيتي للحاج وليتي واحد السيده مزيانه 18 عام ديال الحبس خليتيها موراك، جاك المرض شافيتي منه الحمد لله، بغيتي تبان صحه جديده، لقيتك عاوتاني طايحه في مشاكل مع ايطاليا كما تنقولوا، العقل غادي يخرج في هيستيريا. اش واقع لي مع هاد السيده؟ انت مع هاد السيده انا تنسميها حيت هي اللي شهرتني الاولى، هي اللي بدات، هي اللي بغات، العالم عارفه ناضت، دخلتني اللايف، دخلت سعوديه، نسيتي ضحكوا عليا، اللايف مسجل كلشي، شوف هنا اللايف مسجل، اللايف كلشي تيضحكوا عليا، عطيتك 1.5 مليون، الاخرى تقول لها عطيتك صيفط مليون، سيري ما تبقاش تصيفطوا لي، قلت انتم هذا الشيء عطيتك مليون، عطيتك هذه، والاخرى كتهضر بالسعوديه. فعلا ناضوا لي الناس حشومه على، قالوا لها المراه كبيره، وطلعوا ضحكوا عليها، تقولي لها السعوديه تصيفط لك مليون، تصيفط لك، صيفط لك 1.5 مليون مع هذه، مع هذه، كل شيء جده من مع مو الداويه. شكون هاد السيده؟ شنو بيني وبين؟ ما بيني وبين تنعرفش انا، ما عمري ما شفتها، ما شافتني. هاد السيده سمعت المحسنين عندي زويونين، هي نصابه، كتنصب على المحسنين، تتقول لهم كنوصل الحالات المرضى بحالي، كنوصل ليهم زعما، كتوصل كتوصل، لا وصلت كتوصل مره واحده. تيبان لي واخا مده تيبان لي كاينه حرب كبيره في التيك توك. حرب ماشي حرب، والحرب العالميه الرابعه اللي باقا ما جاتش، دايزه الثالثه، هذه راه الرابعه. راه التيك توك نايضه فيهم هادشي، نايضه حمايضه كاين هادشي. على هادي اللي مرضاني وانا هي السيري، انا اصلا هي السيري، انتم اخوتي، عندي الوراق الترازي، عندي برا والله قلت لك وضربتها بحال ضربت تران برا، بعدا مرفوع عليا القلم، يعني كان شكل خطر كثير بعدي مني. راه الروك دروك بقى فيك الحاله مده بزاف بزاف. انا راه مريضه، انا البارح مشيت للسبيطار، انا بالاعصاب راه خرجت لي 12000 ريال ديال الدواء، شريت ليها السيده البارح ودرت شهاده طبيه ب 100 درهم، اش بغات عندي؟ قال لي 4000، ولينا غندابزوا على ديك الشهاده، قلت عطيتو 100 درهم، مشيت حتى شفت عليها المدير، عاد درت فيها، درت فيها 30 يوم، دفعتها معاها داك الشيء. وهاد السيده باقاها اليوم عاوتاني لقيتها ناضت، عبرت القضيه، جات جراتهم بدات تتمرضن عليهم، وشرات الناس تطلعهم بان هدايا تدير الخير، هدايا فايته مصيفطه، مطلعه قبيله السيد شلح، قالت لك هو تيهضر بالعربيه، تيسولو ما بغاش يكذب، تيدير دياليز، شحال من خطره صيفط لك الكود؟ تيقول زعما صافي، راه ما بغاش يجاوب بالكذوب. السيده كانت كتصيفط لك شي فلوس كتعاون معاك؟ عمرها لا عندها شي، دابا قدام الناس الا عندها دليل مصيفطه ليها درهم، تعطيني كود بسميتي، انا نمشي للحبس بلا حتى حاجه، انا نقول لهم اجيو ديوني، عمرها ما عطاتني حتى درهم. تيبان لي انايا على المحسنين، علاش عيط؟ باش بيني وبينها فين تنعرفها انا؟ ياك هي واصله، وانا رانا ما واصله ما والو، انا باقا في الدس، علاش غتبغيني؟ اش جبت سميتي؟ باغا تشهر؟ وتشاري على الخراز، ما تشاريش على الداويه، ترى الخراز طالع عليا انا، سيري بعدي مني اختي انايا، فوتيني عليك. واخا قلتي لي امي الضويه كتقول ان انت ما مريضاش. انا قالت لك ما مريضه ما والو، ما دايرهش العمليه، ما دايرهش جوج عروق صناعيين، ما دايره والو، عندي الكونترول كل 3 شهور، واجي اي اللي بغى يجي، مرحبا سمر، اللي بغى يجي نهار الكونترول ديالي، ها هو الوراق عندي، غنعلمكم. داويه ما معوقاش، داويه ما مريضاش، داويه ما
غنعلمكم وغنوريكم كل شيء، واللي ما جاش ها هو ها الداويه. شفتوها؟ ها هي الداويه اقسم بالله، تلت تحت 90 ورده شفتوها؟ ها هي شديها اختي مزيان، ها هي مزيان، هذه هي الداويه كذا وجهي انا. صحيح. بلاتي رجلي، ها هي العمليه الرجلين الثانيه. كاينين ها هما، ها هما بلا ما نبينهم تما شوفوهم في الصحافه. ومال هذيك اللي كان مقطع لي رجلي حق البارح بجوج كاع طلع، بلاتي انا نوريها لكم. ها هي تنوريها لهاد الناس هنا. رجلي يا كرشي راه شفتوها؟ انا عندي جوج صباع شفتوهم يا كبا، مخبيهم مخبيهم يا بنت مسخوطة الوالدين. تيبان لي راك معصبه غير بشويه عليك الداويه، هادشي ما صالحش للصحه ديالك، وحنا كنشوفوا الكرش ديالك كامله مع الاسف. كل عروقات القلب تيبقاو يطبقوا ليا، تيطلع ليا الكوليسترون، تيطلع ليا التونسيون. علاش نقول لك انا كون كانت حداك الرق جيتها ما نطلقهاش؟ هادشي كامل بسبب تيك توك، هادشي كله بسبب هاد السلوكه. السوشيال ميديا دخلت لها فيا 104 كيلو اربع سنين هادي، والنهار اللي دخلت تحيدوا ليا العروق، تحيدوا ليا الصباع، تحيدوا ليا كل شيء، واش باقي تابعيني؟ علاش؟ بقاو عندي جوج ديال الناس، جوج بغيت لكم جوج قرطاسات يطيحوا امك انت وعائلتك. لا 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 لا، تيبان لك هاد الناس كيهربوا منك المحسنين. ايه تيقولوا لهم تديروا فلوسكم كتمشي بالخوا، وانا ما خدامه ما ردامه باش نخلص لك راه باش ناكل باش نشرب باش هادي، تيحنوا عليا باش نشري دوايا لي مزمن يوميا يوميا، باش غنشري هاد الدواء خوتي انا اللي فيه خمسه ديال الادويه ب 12000 ريال كل شهر. غير بشويه عليك الضوي، لانك تنشوفي الا زدتي هضرتي كثر ربما توقع لك شي حاجه. شنو رسالتك الاخيره فقط؟ هذه رسالتي الاخيره، هاد السيده انا وياها ما مفكاش معاها والله العظيم الا تفكيت معاك، وما عطاني المخزن حقي غتولي قضيه راي عام. ديري عقلي على هذه الكلمه اللي قلت، قضيه راي عام غترجع ان شاء الله بجد الله. وشكرا بعدا لكم كما قلتوا بايا وبا بالقانون. علي فصلوا المخزن، حنا علبسوه مع هاد السيده اللي فصلوا عن ديال عباد الله، والناس مرات تيموتوا تدي لهم رزقهم. ماشي راتي انت، راه قبرك ما كاينش هنا اصلا، ما غدفنيش انت بالحشومه، تدفني بالاسلام برقيس والله العظيم في البرقيس. شكرا بارطاجي لي بنتي حياتك، دابا راه غدير بين عينيها. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.